بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يطيب لي بأن أخبركم بأن الجزائر قد نددت بتاريخ أمس بقرار الإدارة الأمريكية إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، واصفة القرار بالخطير ومعتبرة إياه انتهاكا صارخا للوائح الدولية. وأفاد في هذا الإطار بيانا لوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر التي طلعت بشغار كبير على قرار الإدارة الأمريكية المتضمن الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل يوم الأربعاء، أن الجزائر تندد بشدة بهذا القرار الخطير باعتباره انتهاكا صارخا للوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وللشرعية الدولية. وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية: لقد اطلعت الجزائر بانشغال كبير على قرار الإدارة الأمريكية المتضمن الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل، مضيفا أننا نندد بشدة بهذا القرار الخطير باعتباره انتهاكا صارخا للوائح المجلس الأمن الدولي ذات الصلة والشرعية الدولية، وباعتباره يقوض إمكانية بعث مسار السلام المتوقف منذ مدة طويلة. وأردف نفس المصدر أن هذا القرار يحمل من ثمة تهديدات خطيرة على سلم وأمن واستقرار منطقة جدة وحساسة تعاني أصلا من ويلات الحروب. وخالص البيان إلا أن الجزائر التي تجدد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق الثابتة تدعو الأمة العربية والأمة الإسلامية والمجتمع الدولي إلى التجند من أجل احترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والوضع الدولي للمدينة المقدسة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والمزيد من الالتفاف حول قضيتنا الأبدية قضية فلسطين. وإن شاء الله يلتقوا أبناءنا في القدس وفي فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.